السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين مغارب نيوز أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. من هنا من حد السوالم معنا هذه الشابة اللي ظاهرة اللي صارت القصة ديالها عجيبة وغريبة بزاف. تواصلت معنا العديد من المناسبات، ربما هذا الشهر تقريبا هي كتواصل معنا من اجل باش نجيو عندها. اليوم جينا عندها بغينا نسمعوا القصه ديالها، القصه ديالها كما قلت عجيبه وغريبه. بقاو معنا. السلام عليكم. زهير سيدي خالد. قولي زهير شحال كتواصلي معنا؟ شهر. ياك. شنو المشكل اللي عندك؟ علاش كتواصل؟ المشكل عند خويا هو انني باغي نعرف الفلوس ديالي اللي بيع رسمي. باش تفهموا ماشي ساهله انك تقولي نعرف الفلوس ديالي، ماشي ساهله. واش من السهل انك تقولي نعرف الفلوس ديالي اللي بيع؟ اه باغي نبيع رسمي، حتى شي واحد حتى شي واحد حاجه وحتى اللي بغيتي انا اللي باغي نبيع الفلوس ديالي رسمي. واش اللي بيع؟ عارف اش كتقولي؟ لان راه ماشي تفليه هذه اللي تبيع الكيلو ديال العرض ديال البيع، راه ماشي تفليه. ما فهمتيش بغيت نسولك. ماشي تفليه خويا، ولكن هادشي اللي كاين الله بص يمكن نتفلى ما حتى شي حاجه. انا باغا نبيع كلوتي باش نشوف هادشي اللي كاين. انا راه تعذبت هاد الكلوتي بزاف. واخا قبل ما نعرفوا هاد الكلمه ديال مسعود الكلمه ديال انك باغي تعرف الكلوتي ديال البيع، اشنو اللي خلاك توصلي لهذا المستوى ديال انك تبيع طرف من لحمك؟ اشنو اللي خلاك؟ بزاف الظروف كنت شي حاجه تصور لي ماما يما فاطمه من غدي من شي حاجه اختي قلنا لها العادي كنعيش الجحيم اخويا والله شنو نقول لك؟ كيفاش ما فاطمه ما كاين ما كاين حتى شي حاجه انا لا راجي ما عندناش راجي دابا بارك ما كاين حتى شي حاجه تصور 10 درهم هاد الدرهم مراقبين جبنا اللوبيا باش نطيبو الناس ما كاين حتى شي حاجه والو واخا هذا باش ديك واش مهيب واش ما فهمتش اه مهيب شنو عنده واش مهيب في دابا بزاف شي مهم معايا في شحال عمرك؟ 45. شحال؟ 45 عام. وانت شحال في عمرك؟ 23. انت 23 عام؟ هو 45 عام. هو 45 عام. واخا ما عرفتش شنو العلاقه بين 23 عام و 45 عام؟ ما فهمتش وجه المقارنه، ما كاينش وجه المقارنه. اه خويا وفرني بزاف، انا مشاكل بحال كان عندي مشاكل ساعة. وقلتي لي انك راك حاملة. اه حاملة ثلاث شهور. ثلاث شهور؟ اه. ما غاديش ندخل لك في المسائل الشخصية ديالك باغي بحال، غير انا بالنسبة لي كباقي المشاهدين بغيت نعرف كيفاش شنو من علاقة عند وحدة عندها 23 سنة مع واحد الانسان عنده 45 سنة. كيفاش ركبت هذه القصه هذه؟ ما عرفتش انا كيفاش جات؟ هذا هو السؤال اللي نسولك. المشكل كان عندي مشكل مع با خويا با كان صعيب بزاف هادشي اللي خلاني انا نتزوج براجل كبر من هادشي. المهم كنت تهربي من الجحيم ديال العائله زعما؟ اه بغيت نهرب من الجحيم ديال الكبر ما كنتش شي واحد اخر هو اللي كيجري علينا تحمل هاد الكبر تلقاه بزاف د الحوايج اخويا والله صدقني واش تفكر هادشي والله هادشي اللي كاين اخويا. يعني هربتي من جاحيم وطحتي في جاحيم كبر منه؟ اه هادشي اللي كاين، ضربت من جاحيم وطحت في جاحيم اكثر من داكشي اللي كنت عايشه في الاول. شحال انت متزوجه بهاد السنين؟ 3 سنين دابا. 3 سنين؟ اه 3 سنين. واش عشتو في واحد السوالف هنا؟ شكون؟ مدير مرة عشنا كوزتي، ولكن دابا عام باش عايشين كنشوف الدموع في عينيك يا زهير يا خويا تفكرت في الشباب ديالي ولا غادي تقول لي شريت لي كيف كان تفكرت شكون اللي من لحمي ودمي شكون كيدير هادشي اللي خلاني نكذاب دابا انت هاد المسألة ديال تبيع الكلوة ديالك واش كتعرفي شناهو؟ خويا والله تعرف اش كنقول انا باغي نبيع كلوتي باش نعيش انا ما عنديش فلوس ما عطيناوني شي حاجة انا باغي نبيع كلوتي اللي بغاها مرهبة اللي كان عايز تكلم فيها هادشي اللي بغيت نبيع هي عرفتي شنو كتقولي باغا تبيع الكلوة؟ اه باغا نبيع اخويا عرفتي شنو كتبغي
ما صراحة ما عرفتش غادي نقول لك، يعني القصة ديالك كتبان لي كل معاناة، كل عادة. يعني هربتي من بيت ديال واحد الأب اللي على حسب القول ديالك بأنه متسلط، ياك؟ بارك عندها في ما كتصب الشتا كنتفكر، حيتاش العادة كيدوزو علينا في ما كتكون الشتا كنبات الشتا كتصب علينا، كنبات عند البيبان الشماكة هي كيدوزو بزاف. والام ديالك مسكينه شنو كتقول فرق شنو؟ الام ديالي صابره مع مولفه، هي داك الشيء اصلا قبل ما نتزادو كنا هي الدراري مولفه مولفه خرجها وكتعاود ترجع وعاود تحبسها. مغلوبه على الامر ديالها؟ مغلوبه على الامر ديالها. انتوما واش في شي باديه؟ اه خويا في باديه، واخا هاد الزوج هذا كيفاش تلاقيتي معاه؟ كنت كنقراو وتلاقيت معاه. تلاقيتي معاه هنا ليش؟ ما تلاقيتش مع الحي الحسن، انا كنت كنقرا في الحي الحسن، وديك الساعه كنت باش خدمتي، ما تلاقيتش معاه، وصلت باغا نتزوج، المهم ما بقاش عايشه مع الوالد، وصافي داكشي اللي كاين. المهم الهدف ديالك هو تهربي من واحد الجحيم، انت عايشه في جحيم مع خويا بزاف بزاف بزاف. تصور حتى العيور كانوا كيقولوا لك، قالوا لي كيقولوا لك واحد من الزرقاء ماشي الاب ديالك، اصلا بقى صغيره ما عارفه والو، شتي هضره كيقولوا لا اله الا الله صافي. ظاهر اختي دابا هربتي من الجحيم، تحتي واحد رجل، نقول واحد الفرق ما بيناتكم، راه فرق ديال 22 سنه. اه هربت من الجحيم وقعت في الجحيم، انا ساكت فغنت تحت في الجحيم اكثر من هادشي. يعني انت ملي تزوجتي راه كانت في عمرك 20 سنه. 20 سنه هو كان في عمره تقريبا واحد 43 سنه. اه خويا 43 سنه. فرق اكثر من نص ديال العمر ديالك. أكثر من نص ديال العمر ديالك. بزاف دابا أنا راه يعني بدا معاه هو دابا تي هزه المسؤولية ديالك أنت وديالو هو دابا. أه المسؤولية كلشي ديالو حتى هو ديالي. واخا غير باش هاد السيد تما نعطيو الحق ديالو، واش ملي تزوج بك واش كان أول ما تزوج كان معاك مزيان؟ واش باقي معاك مزيان؟ واش حتى هو مثلا زاد على العم ديالك شنو؟ هو في الأول من يلاه تزوجنا كنا عايشين بخير، كنا كارين بارتنا وداكشي، أما مني برك بدات تخدم صافي يعني باش مرض هو شنو مرض عنده؟ عنده الفلاوي وعنده الصافي. حتى هو مريض؟ اه هو اصلا مغيبة ملي تهزه حتى هو بقات كيبغى يمرض شي حاجة تشد فيه بشي مبقاش كيدير مزيان. وهادشي هو اللي خلاك تفكري انك تسوي؟ هادشي اللي خلاني خويا نتفكر بأهمية هادشي اللي كاين. واش دابا بغيت نسولك وحتى المشاهدين يفهموا، واش هاد الكلام كتقوليه غير هاد حيت كاينه هاد الظرفيه هادي، ولا مثلا ملي غيوصلوا معاك الناس المعقول ويجي مثلا واحد يتصل بك ويقول هذا ويعيط لك النهار اللي غادي التشخيص ونهار اللي مثلا عند طبيب ويوقف معاك على هاد المساله ديال انك تبيعي كلوه، واش غتراجعي ولا؟ لا ما غنتراجعش حيت كون بغيت نتراجع اصلا كنت غنعيط ليكم، مش راه ديما كنعيط ليكم، ما كنتش اصلا غنبان في النظره ديال الناس نهائيا. هادشي اللي خلاك درت شي وجهك؟ ما غتبيعي وتشري انت ماشي هو غتفرض؟ ما غنبيعش المشاهدين ديالنا الاوفياء، مشاهدين المغارب نيوز. بالفعل فاطمة زهيرة هذه مدة ديال شهر هي كتواصل معنا وكتستعطفنا بهذا المفهوم هذا، كتصيفط ميساجات اوديوات كتصيفط اليوم ان شاء الله اننا المهم قلنا هذه الحاله خصنا نشوفوا هذه السيده هذه، راه حتى يعني وقفنا على انها هذه السيده كتتكلم بالمعقول ماشي مثلا كتمزح. ملي عرفنا هذه السيده هذه وصلت لهذ الدرجه هذه قلنا خصنا نجيو نعرفوا اشنو واقع الشيء اللي زعما حنا حدا زهيره حنا. انا بالنسبه ليا كمراسل صحفي والعديد من المغاربه ما غيتفقوش معك في هذه المساله اللي قلتي، ولكن كيفاش رايك الشخصي؟ انت كتحملي المسؤوليه ديالك، غير باش ما نطولوش اعطينا الرقم ديالك باش يتواصلوا معك الناس، واللي كنتمنى انهم يتواصلوش معك على اساس انه يشرو من عندك. صراحه ما قولي 0 42 66
46 ما عرفتش المايك صراحة. مشاهدينا الأوفياء، سمعتوا القصة ديال الظاهرة؟ هاد المسألة هادي أنا ما نقدرش لا نكون المقام ديالها هي والمكان ديالها هي، وما نقدرش نكون المكان ديال المشاهدين باش نحكم على هاد الحالة ديال الظاهرة. الظاهرة كما ديالكم الأخرى المشاهدين ديال المغرب المسلم. كلمة الأخرى نقول لهم أنا بغيتك بعتيني تمشي نفسك. إذا ما على الرسول إلى البلاء. حنا وصلنا الحالة ديال الظاهرة حكم من بعد الله سبحانه وتعالى، قال المواطن المغربي لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، ولكن يحس في النفس أنا نشوف شابة مقتبل العمر تجاوز العمر ديالها 23 سنة تحمل هموم، ربما اللي ما تطيقاش الجبال، تتكلم على أنها مجموجة براجل أكبر منها أكثر من نصف ديال العمر ديالها 46 سنة، مريض كتعاود تقول بأنه دابا مريض ما يقدرش يخدم، كتعيش هي دابا المعاناة، لدرجة أنه حسب ما قالت لي دائما ونعاود نذكروها المسألة اللي قلتي لي ديال أنه عطيتي 1000 فرنك 10 دراهم قويين خدينا منها خبز خدينا منها لوبيا روح هكذا قالت لي طيب شي 5 دراهم ديال اللوبيا 5 دراهم ديال اللوبيا خدينا وخدناها ما مقاطعين ما تسي شي حاجة مغدين ما والو. إذا المشاهدين الأوفياء إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البت صراحة، غادي نواكبوا القصة ديال الظاهرة بقاو قرابين لها، واللي كنتمناو أنه ما نوصلوش لهذا المستوى ديال أنها تبيع طرف من اللحم ديالها، لأنه أكيد حتى غدا غتحتاجو. أنا صراحة عجزت أنني يعني صراحة أنني نعلق على القصة ديال الظاهرة، ولكن كما أقول دائما إلى هنا سنأتي على نهاية هذا البت. على امل اللقاء بكم ان شاء الله تكون ظاهره في حاله احسن من هذه اللي فيها الان. اذا غادي نقطعوا هذا البت هذا، على امل اللقاء بكم في بث اخر ان شاء الله. كان معكم مواصل مغارب نيوز مصطفى البناوي من هنا من حد السوالم، احييكم والى اللقاء.